السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. رمضان كريم عليكم إن شاء الله، ربنا يديكم الصحة والعافية. كل اللي بيتابعونا من داخل ومن خارج السودان على فضائية الشروق، ألتقيكم مجددا في برنامج خليك في البيت، وهو يعتبر غرفة للكورونا فيها كل المستجدات وفيها تناول لكثير من الموضوعات اللي عندها علاقة مباشرة بجائحة الكورونا منتشرة في كل العالم واللي هزمت أكبر الدول اقتصاديا وصحيا. لكل المتابع للأخبار ولكل المتجول في الأخبار العالمية بيلاحظ الانهيار وبيلاحظ الارتباك الحاصل في كل العالم، ومن ضمنه كمان السودان. مؤخرا بدأت تظهر الحالة الأولى ومن ثم الحالة الثانية والثالثة، لحد ما بقينا نحسب بالأرقام الكبيرة، وكان ختام حلقتنا بالأمس على أعداد اللي هي يوم الاثنين، ولكن كان تصريح وزارة الصحة بعد ختامنا للحلقة بأنه ظهرت بالأمس الأربعاء 29 أبريل 57 حالة جديدة. دي بعد 3 ظهرا امبارح كان تصريح وزارة الصحة بأنه 57 حالة جديدة، اليوم اللي قبلها كان 43، واليوم اللي قبلها كنا نحن في العشرينات. تزايد الأرقام واضح لدى الجميع، 59 حالة كان بالأمس ومنها 3 وفيات من ال 57 حالة. 57 حالة دي منها 55 حالة في ولاية الخرطوم، والجزيرة فيها حالتين، دي الجديد. بعد كده ارتفعت برضو حالات الوفيات من الحالات السابقة اللي احنا ذكرناها، اللي هي كانت من الإحصائية اللي قبلها، في وفاتين في ولاية الخرطوم من الحالات القديمة وحالة ثالثة في سنار. لترتفع الحالات من البداية ل 375 حالة، 375 حالة إصابة بالكورونا، منها 28 حالة وفاة. ده الحاصل من أول الأمس. يعني كانت في ملاحظة واضحة للجميع أنه في حركة بدأت ترجع شبه طبيعية في الشوارع، بدون سؤال، بدون يعني أي عقوبات، أو يعني كان التشديد في البداية كان أكبر من الآن. ولما الناس بقت تطلع براحتها وتتحرك، والسوبر ماركتات فتحت، والبقالات في الحلة فتحت، والناس رجعت تطلع فرشات أو صوانية برا في الشوارع، بقي في تزايد في الأرقام. وللأسف لحد الآن الناس ما مقتنعة إنه في مشكلة حقيقية نحن بنعاني منها وحنفضل نعاني منها، وحتظهر آثارها لسه لقدام. 57 حالة جديدة ظهرت لنا مبارح، خالطوا حالات، ديل حيظهروا لنا بعد أسبوع وأسبوعين وثلاثة. يعني الحظر كان هو 3 أسابيع، متوقعين أنه حيكون في زيادة له. يعني ما بنساعد في نفسنا، ده اللي أنا شايفاه وظاهر. كان في الخرطوم فقط، ولكن حاليا الولايات اللي بقت متأثرة بالكورونا هم 10 ولايات، منهم ولاية النيل الأبيض، وسط دارفور، وشرق دارفور، والبحر الأحمر، وسنار، وغرب كردفان. في كل الولايات دي في حالة واحدة، حالة واحدة في كل الولايات دي. وبرضو الناس عايشة على طبيعتها وعلى سجيتها. يعني نهر النيل فيه 3 حالات، القضارف 3 حالات، الجزيرة فيه 19 حالة، الخرطوم 344 حالة. عدد الحالات ماشي في ازدياد، ومفروض الناس تخاف. إذا الكبار ما كانوا مستوعبين، الشباب الموجودين في البيت، الشباب الواعي قاموا بثورة الوعي، مفروض يكون عندهم وعي وإدراك وانفتاح أكبر بأنه في مشكلة. وكل الدول الكبيرة، إذا كان أمريكا ولا إيطاليا ولا فرنسا، ما كانوا مصدقين، أو كانوا شايفين الإمكانيات العالية هي ممكن يهزموا بها الكورونا. ولكن حصل أنه الكورونا والفيروس الصغير ده هو اللي هزم الدول الكبرى دي، هزمها صحيا واقتصاديا، بداية من الصين وأمريكا وإيطاليا وفرنسا وغيره من الدول الكبرى. فما بالك بينا نحن اللي عندنا أساسا بدون كورونا عندنا مشاكل كثيرة، وبنعاني من مشاكل على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الصحة وغيره. في مشاكل كثيرة يا جماعة، محتاجين إنه نحن نخاف ونعمل حسابنا أكثر من كده، بجد لازم نخاف، لأنه 57 دي أنا خايفة بعد ما أختم الحلقة الرقم يكبر اكتر من كده. ويوميا الارقام دي كبيره جدا، ولو الناس ما مصدقه ان احنا ممكن يوميا نستضيف واحد من افراد اسره عندهم شخص في البيت يتوفى. ومبارح كانت عندنا الشاعره والاعلاميه ساره كشان، قالت ولد خالتها يتوفى بالكورونا وما مشوا عزوا
بالتلفون عزوا خالتهم، لأنه خالتهم والأسرة كلهم محجورين داخل المنزل. يعني ما لازم نحن كل شخص عندنا في الأسرة يتصاب بالكورونا وشخص يموت بالكورونا حتى نحن نصدق أنه في كورونا فعلا وحقيقية. لازم نعمل حسابنا أكثر من كده. هنطلع نشوف الكنترول مجهز لنا مادة وزير الصحة، نتابع ونستمع له ونرجع نعلق. الوضع مزعج جدا جدا، ودخلنا نحن في مرحلة الخطر. في 6 أسابيع شهر ونص وصلنا ل 375 حالة. كنا متفائلين انه نحن المرض ده بنقدر نتحكم فيه. الليلة انا ما متفائل كله. والسبب حاجتين. نبدأ بالعندنا، الفيك بالدربو اهلنا بقولوا. في ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة لازم تكون في طريقة احسن بتاعت استلام البلاغات، طريقة احسن بتاعت توصيل الاسعاف للناس اللي يشيلوا منهم عينات، طريقة احسن بتاعت انه الزول اللي بيكون عنده اعراض يتعاملوا معاه بجدية اكتر. وبدينا نحن نصلح الحاجة دي بالتشاور مع ولايتي الخرطوم وولاية الجزيرة. بدينا انه عملنا تغيير في الإدارة بتاعت المعمل القومي، معمل الصحة العامة القومي، وماشيين لسه لقدام. وصلنا كل المعينات والألبسة الواقية لكل الولايات. كمية الدواء عندنا أصناف كثيرة انعدمت، أصناف كثيرة للعلاج الكورونا ولغيرها انعدمت، محتاجين لقروش نجيب دواء. المحلات اللي بنعزل فيها الناس في جبرة محتاجة لصيانة، والعدد فيها ذاته اكتمل. فتحنا مستشفيات تانية هنا، مستشفى يونيفرسال، مستشفى الراجحي، مستشفى المعلم، مستشفى جرش، في كل واحدة من الولايات ما شاء الله عليهم مدراء الصحة في الولايات، نحييهم ونحيي السادة الولاة لتخصيص عنابر بتاعة عزل. دايرين في كل ولاية يكون في عنبر عزل على الأقل بيشيل 100 نفر. دواء بقى يا جماعة، دي حرب. مستمرين نحن، وأخطائنا عارفينها وعايزينها عالية. السؤال انت منتظر شنو؟ في جزء بتعمله الدولة، الاكثار من نقاط الارتكاز، الحزم مع الناس، الغرامات، شيل العربات، شيل الركشة، شيل الأمجاد، شيل الموتر. أي زول بيلقوه برا في ميعاد ما معه تصريح بيتشال منه المركبة اللي هو ذاته شايلة، خليه بعد تبقى دي خسارة عشان يفكر فيها. وما بنديها له لغاية ما الوباء ده ينتهي، وجايز نصادرة، أرجوكم ننضبط عشان الوباء ده يقدر نمشي به لقدام. محتاجين يا جماعة نقعد بالراحة ونتكلم كأسر، كأصدقاء، كزملاء في السوق، كزملاء في أماكن العمل، ونتكلم بالراحة. والله يهديكم، سيبوا المجاملات والزيارات، سيبوا المناسبات، أي حاجة مناسبة اجتماعية. أنا يديدي ما سلمت على زول كده ليه 3 شهور كله ملحوق، وما في زول بيلومك. السوداني عارف إنه زول ما بيقدر يسلم ده، ليه ما بيقدر يسلم؟ لا هو بيسلم عليك ميد يده، لا أنت ميد يدك. عندك جحة ألزم البيت، أعزل نفسك، بلغ لو جاتك الأعراض بتاعت الكورونا. ممكن أقول نفس الكلام اللي بقوله كل مرة، بلغوا في 90-90 وبلغوا في 2-2-1. كل تحية لدكتور أكرم وزير الصحة، يعني وصل خطابه بطريقة مبسطة وسهلة جدا. يعني المتعلم أو الما متعلم هيستوعب جدا الحديث اللي هو ذكره وقاله، والنظرة التشاؤمية في حديثه، وده اللي نحن بنقول فيه، وإنه لازم يكون في قرارات صارمة أكتر من كده، إنه تتشال منه المركبة وقت الحظر. كل الناس وصل حديث وزير الصحة، أنت متحرك في غير وقت المتاح لك إنك تتحرك فيه وتتشال المركبة بتاعتك لحد ما جائحة الكورونا هي تنتهي. فذكر إنه في شهر ونص في 375 حالة، مع إنه كان في أمل كبير إنه الحالات تكون أقل والعدد يكون أبسط من كده. الأدوية أصلا هو ما في علاج للكورونا، ولكن هو البنادول والدربات هي اللي بيقدموها للمرضى، وبعد كده ببساطة الأدوية الممكن تتقدم هي خلاص ماشي على الانعدام. الحاجة اللي عرفتها إنه أسبوعين وتنتهي الأدوية دي، وكل الناس عارفين المطارات المقفولة وغيره. الصيانة المحتاجين لها في عدد من المستشفيات، وشوفوا عدد المستشفيات اللي اتفتحت،
يعني ال 375 ديل واللي هم حاله مؤكده في اشتباه اكيد، يعني في اسر محجوره، في ناس اتحجرت في بيوتها لانه ما في اماكن في المستشفيات، ده كله المفروض الناس تخاف. وبعد كده الناس بيقول لك انه ما مقتنعين انه في كورونا، ما عارفه المفروض يحصل شنو عشان الناس تقتنع. دكتوره صديقه مبارك كبيده اختصاص علم النفس موجوده معانا عبر الهاتف، بحييك دكتوره صديقه. الله يخليك تسلمي، رمضان كريم عليك يا دكتوره. ورمضان كريم ان شاء الله يبعد عننا الوباء ان شاء الله نطلع باقل الخسائر يعني ان شاء الله يا رب نتمنى. مرحبا بك يا دكتوره. الضغط النفسي الموجود بيعانوا منه الناس، المرض والظروف والتغيير اللي حصل بين يوم وليلة في العالم وفي السودان، كيف الناس ممكن تتجاوزوا نفسيا؟ كيف تتصالح مع الفكرة والظروف والوضع دي وتتجاوزوا حتى بأقل خسائر نفسية يعني الضغط النفسي؟ طيب في الأول أنا بحب أكد أنه في كثير من الناس، أنا يمكن سمعت حديثي قبل ما ندخل على الهواء معاكم، بحب اتكلم عن نظره الناس للوبا نفسه والمرض. يعني في انكار وفي زي وصمه اجتماعيه اصبحت الان يعني. وانا بفتكر ده واحده من الحاجات الزايده لنسبه صحيح الاصابات. الناس بتخفي، ايوه بتخفي الاعراض وبتفضل قاعده في البيت لحد ما تتطور المرض، وبالتالي ممكن تصل مرحله بتاعت الوفاه. ففي وصمه، في خوف من انه انا اقول عندي زول ولا حيدخل حجر ولا يعني دي فهم يعني مغلوط كبير جدا جدا. الوباء ده في كل العالم، ما في زول جابه، ما في فئه معينه جابته، بيصير كل الناس. يعني المفروض الناس تفهم الحاجه دي عشان يقدروا يتعاملوا يعني او يعرفوا كيف يتعاملوا مع المرض بصوره واضحه. الموضوع الاخر اللي هو الضغط النفسي، طبعا العزل الاجتماعي ده فيه كثير من المشاكل النفسية يعني المتلازمات اللي ممكن تظهر من خلال العزل. يعني يعتبر عزل زي ما قلت قبل يومين أنا في واحدة من اللايفات إنه ده عزل انفرادي، يعني بالرغم من وجود الناس في البيت لكن بيعتبر نوع من العزل البعيد عن المجتمع. يعني يقدر يعيش مجتمع صغير بتقابل الناس يومي ونفس الأشخاص، والبيزيد من المأساة داخل العزل ده كمان نشوء المشاكل داخل البيت. يعني صح. التلاحم عنده مشاكل كثيرة. يعني سبحان الله، يعني من رحمة ربنا العمل والقومة من الصباح والتجهيز لأنك أنت ماشي شغل أو ماشي مدرسة أو ماشي تأدي عمل، ففي رحمة كبيرة يعني في التغيير عموما. يعني فالآن الناس موجودين في البيت بصورة دائمة مع بعض، فده بيخلق نوع من المشاحنات بين الازواج، بين الابناء، فيما بينهم، بين البيرنتس او الاباء والامهات والاطفال. الضيق ممكن يكون برضه سبب كبير جدا. ضيق المساحه دي ممكن برضه تشارك في ارتفاع الحاله النفسيه، المزاجيه السيئه. ففيها طبعا كثير من المشاكل. بالإضافة برضو للفهم أو الإحساس بالخوف من الوباء نفسه، واللي بتتصدر كل القنوات الفضائية تتكلم عن المرض والشكل بتاع المرض نفسه والأعراض اللي بتصيب الفرد اللي بيكون عنده الكورونا. الخوف حتى الحالة الاقتصادية، الناس اللي فيها موجودين ده برضو نوع من الخوف داخل الأسرة. على وجود المأمن والحاجه اللي ممكن تعيش الفكره تحت الحظر. فدي كلها اسباب ممكن تخلي الانفعال داخل البيت يكون بصوره كبيره، ولكن ما بدينا العجز انه نحن يعني نتعامل مع الاخر داخل البيت بصوره سيئه. يعني احنا في مشكله عامه، في مشكله عالميه، لابد باننا نبحث عن المخارج فيها نوع من الامان. يعني انا دائما بقول انه نحن حنطلع من الوباء بتاع كورونا اذا تعزلنا اجتماعيا صحيا، ممكن نبعد عن الوباء، لكن للاسف الشديد ممكن نطلع من الحظر ده بامراض نفسيه واضطرابات سلوكيه كثيره. يعني كيف نعمل؟ شنو ممكن النصائح اللي بتقدمها لنا عشان نتجاوز المرحله دي؟ يعني
أول حاجة إيماننا بالله سبحانه وتعالى إنه ده يعني وضع لابد منه نجتازه بطريقة سليمة. التعامل مع بعضنا إنه حاجة مؤقتة لابد إنها تكون موجودة. نحول كل السلبيات إلى إيجابيات، يعني نعرف كيف نستثمر وقتنا داخل الحظر ديا. نحن طبعا في قسم آمن بما إننا شغالين في الأطفال، يمكن بهمنا وجود الأطفال في الحظر ده مهم شديد جدا جدا. وكيف نقدر نحن كآباء وأمهات نستثمر في الأبناء دي بصورة كبيرة. نحن بعدنا عنهم مسافات طويلة، يعني يمكن الحالة الاقتصادية في البلد خلت ولي الأمر يطلع للعمل من الصباح ما يقابل أولاده، يعني يمكن إلا ثاني يوم بعد ما يقضوا واجباتهم وحاجاتهم ويشوفهم الصباح. فدي فرصه كبيره جدا ان تفتكر انك تراجع فيها حساباتك في طريقه تعاملك مع الاطفال، تشوف هم بيفكروا كيف، قسم وقتهم في البيت، نظم لهم حاجاتهم على الاقل، تضيف لاشيائهم حاجات جديده. يعني انا بفتكر انه نفس الاشياء اللي هم كنا بنعملها خارج البيت نحن نقدر ننقلها داخل البيت. من تنظيم ال خاصه حتى نحن في شهر كريم، يعني شهر رمضان، نقوم بتفاصيل كل السيرموني او الحاجات اللي ممكن كنا بنعملها في رمضان، تزيين البيت، تغيير الحاجات داخل البيت، البرنامج نفسه يكون مختلف. وضع برنامج للاطفال مثلا الاشياء التسليه لها وقت، الاشياء اللي ممكن نستفيد منها كمعلومات لها وقتها، نبحث عن هواياته، ممكن نكتشف انه واحد من اطفالنا عنده رغبه في القراءه، نجيب كتاب في البيت ممكن نطرحه للاطفال بصوره واسعه، يعني نستطيع اننا نستثمر الوقت، يعني ما نتبجر لانه ده شيء. البجر ممكن يخلق نوع من الخوف، يخلق نوع من العزله داخل البيت، يعني احنا ممكن نعزل نفسنا داخل البيت. يعني ففي كثير من الاشياء ممكن احنا نقدر نغيرها. الامهات لا ينشغلوا كثير بال يعني تجهيز الاكل، تخلي حتى الاطفال يقوموا معاها بتجهيز وجبتهم تحت الافطار او الوجبات للاطفال المصالين، وتنتبه دائما لوجودهم حوالينا، لانه في كثير من الحوادث حصلت انه الام مشغوله بالمطبخ بعيدة عن الاطفال، حدثت كثير من المشكلات. يعني فدي فرصه انا افتكر كبيره جدا للابهات انه يراجعوا في حساباتهم طريقه التعامل وفتح حوار مع الاطفال والتحدث لهم بحميميه جديده. يعني ايوه، لو ما هم الأم والأب هم استوعبوا الوضع تماما والظروف المحيطة بينا ويتملوا بطاقات الإيجابية، ما بيقدروا يوصلوا ويرسلوا لأبنائهم إذا كانوا أطفال أو حتى شباب أو حتى في فترة المراهقة. يعني بتبدأ من الأم والأب، هو دورهم في فهم الوضع ده وكيفية التعامل معه، حتى توصيل المعلومة لهم. أيوة. للأطفال لابد أنها تكون سلسة بصورة بسيطة عشان ما نخلق نوع من الخوف. أيوة. يعني الزغر من الوباء نفسه في الطفل، يعني. أيوة. ونوريه كيف يتعامل معاه، من غسل اليد، من تجنب التزاحم، من انه يكون يعني يتعامل مع نوع المرض ده بهذه الصوره. يعني فهو كله معتمد على فهم البيرنت للمشكله نفسها، وبالتالي يعكسها على الاطفال. يعني كل ما انت جبت الخوف، كل ما تعاملت بعصبيه، كل ما تعاملت بغضب، كل ما ده اثر على البيت واثر على الاطفال واثر على الاسره كلها. يعني عايزين الخوف، لكن الخوف ينعكس بطريقه ايجابيه في سلوكياتنا. انت تخاف معناه تقعد في البيت ما تطلع. مرحل طبعا الخوف. أيوة. مرحل، انت مجرد ما جبت المعدل بتاع الخوف معناته ادتك نتيجه عكسيه. الخوف واجب انك انت كيف تشعر، تكون حريص يتعامل مع الـ مع الـ مع المرض ده، وانت ذاتك لنفسك يعني كمقدم خدمة للأسرة دي، أو أنت الأب داخل الأسرة، يفترض أن فهمك يكون مختلف عشان تقدر تعكس الصورة الإيجابية. للعزل والحظر. الإجباري. نعم، شكرا لك دكتورة صديقة مبارك كبيدة اختصاص علم النفس، شكرا على المعلومات القيمة قدمتيها
لينا. والحاجة اللي بنقول إنه وقاية معناه تكون أنت في البيت، تفطر في البيت. يعني أنا صراحة لاحظتها الفرشات اللي في الشارع دي رجعت مرة تانية، الصوان بتطلع الشارع رجعت مرة تانية، يعني كأنه الناس عايشة في عالم تاني غير العالم اللي احنا قاعدين موجودين فيه وبنعاني منه. مستشفيات يا جماعة ملت، وزير الصحة لو الناس تابعت حديثه ما في الأجهزة كان محتاج لصيانة، الأصناف ذات الأدوية اللي بتعالج انعدمت، وهو ما في علاج أصلا للكورونا اللي هو البنادول والدريبات، وماشي خلاص للانعدام. يعني الناس اللي حتيجي بعد كده مصابه بالكورونا الاعداد لو زادت لا قدر الله ما في ليهم اصلا علاج ولا في مكان، تقعد في البيت كده بس تستنى قدرك، يا اما مقاومتك بقت كويسه وقدرت تقوم من المرض بعافيه، يا اما يعني يحصل يعني امر الله. فالناس ليه اصلا هي تغامر مغامرات بالشكل ده؟ يعني انا مع القرارات الصارمه دي انا معاها جدا، لانه من اول امبارح ويوم الأمس كمان والليلة في ازدحام في الشوارع، يعني تحس إنه كأنه ده نهار رمضان عادي، ما تحس إنه في جائحة ومصيبة بتاعت كورونا ومرض لعين كده أصاب العالم كله وأصاب السودان. في ازدحام، يعني بتجيب في الاسطوب بيكون قدامك 3 عربات يعني. ودي ما كانت موجودة في الأيام الأولى، يعني قبل أسبوعين الوضع كان يعني نوعا ما أفضل، الناس شوية كانت خايفة وما عارفة الناس خوف راح ليه، مع انه الارقام ماشيه في زياده، 57 حاله في يوم واحد رقم كبير جدا. ودي كانت احصائيه الامس، 57 حاله منها 55 حاله في الخرطوم وحالتين في الجزيره، ونتمنى ربنا سبحانه وتعالى انه الحالات ما تمشي في ازدياد، وربنا يحفظ كل احبابنا واصحابنا واقربائنا وجيراننا كمان. حطلع اشوف الكنترول مجهز لنا ماده شنو ونرجع مره ثانيه. فيروس كورونا، الوقاية منه الفخير من علاجه. اسمع لا تستهتر يا أيها الإنسان، احفظ نفسك وانجو حتى نعبر بأمان، أخبار أكيدة تأتي من كل مكان، فيروس أتى فجأة اقتحم الأوضاع، شكرا لوزارة الصحة الدور اللي بتقوم به وللتوعية ولبث الوعي لكل الناس، حتى الناس الموجودين في الأطراف في أي مكان ما شايلين تلفونات ما متابعين الأحداث الجديدة، ما تابعوا الشاشات، في يعني ممكن أي فرد هو متحرك حس إنه في أسر في جهة معينة ما عندها وعي وما فهم كورونا دي يعني شنو، تحاول تديهم المعلومة، ما تبخل بالمعلومة اللي عندك، حتى لو وديت المعلومة وتدي النصايح وتدي الفكرة كلها وتوري هو المرض هو شنو، تخيل ممكن تكون قمت بدور مهم وجيد جدا. في شباب كتير يعني غير شباب لجان المقاومة بيساعدوا في انه الناس تكون موجودة في البيت، بيوفروا لهم العيش وحتى المستلزمات الأساسية للبيوت، بيقوموا بدور توعوي برضو بيقدموه للأسر. من حقك انت او من حقهم هم عليك، انت عندك المعلومة وصلت لأي جهة لأي أحياء أي مناطق ممكن تكون هي طرفية ما فاهمة كورونا دي يعني شنو، قدم لهم المعلومة وصل لهم النصح وأديهم الوقاية كيف إنهم ما يقدروا يحموا نفسهم. أفطر في بيتك، دي الحاجة أنت ممكن تقدر تقدمها لنفسك ولأسرتك وللمجتمع، أفطر في بيتك مبدئيا، وفي حالة اضطريت تطلع لأي ظرف ولأي سبب من الأسباب خليك على بعد مسافة متر أو مترين من الشخص الجنبك، ما تسلم بيدك. وفي كثير من الطرق الوقاية إن شاء الله هحاول من خلال الفترة القادمة دي أوصلها وأقول لكم إن شاء الله، لكن نطلع مع بعض فاصل حنرجع نتواصل من بعده، وخليك في البيت.
جديد مشاهدينا في كل مكان، نتواصل معاكم. خليك في البيت فترة هي من الساعة 2 للساعة 3 ظهرا على الهواء مباشرة على فضائية الشروق، وفيها حديث وكل الإحصائيات وكل جديد فيما يتعلق بالكورونا. معنا عبر الهاتف دكتور مروان الهادي بابكر، اختصاصي أمراض الكلى وضغط الدم. برحب بك دكتور مروان، رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليكم، وصوموا تفطر على خير إن شاء الله، والسنة الجاية الناس إن شاء الله بأتم العافية والصحة إن شاء الله بعيدا عن الأمراض والكوارث. اللهم آمين يا رب إن شاء الله. دكتور مروان، في الحديث عن الكورونا، يعني الحديث إنه الأشخاص اللي عندهم أمراض إذا كانت مزمنة أو أمراض مختلفة مثلا زي الكلى، ممكن يكونوا هم عرضة أكثر أو أكبر للإصابة بالكورونا. فكيف ممكن، أول حاجة يعني إذا كان الحديث ده صح أو خطأ يا ريت توريني، وتاني حاجة كيف ممكن نزيد مناعة الجسم لكل شخص إذا كان مصاب أو غير مصاب بالكلى وضغط الدم؟ طيب، ده كله بتوقف على الكورونا ذاته، هي عبارة عن مرض فيروسي زي ما الناس كلها عرفت وقرت، بيصيب كل الناس هو، لكن تختلف الأعراض من زول لزول. كيف يعني؟ ممكن تتراوح الأعراض من شكل نزلة بسيطة تجي عابرة عند الزول لمتلازمة تنفسية وخيمة تحتاج لتنفس صناعي وعناية مكثفة، من حاجة بسيطة يعني، من أعراض تبدأ بصداع، نزلة، التهاب حليق أو وجع حليق زي ما بيقولوا، لحد آلام في الجسم العامة، لحد ما تصل مرحلة احتياج الزول للتنفس الصناعي أو العناية المكثفة أو المراقبة الدقيقة. ده كله برجعنا لمنو الممكن تجيه أعراض خفيفة ومن الممكن تجيه الأعراض الوخيمة. ده بسوقنا طوالي لناس الأمراض المزمنة، هم أكثر عرضة. ليه؟ لأنه هم أكثر تأثرا للأعراض الوخيمة الممكن تحصل. ما زي يعني الأعراض بتكون شكلها ظاهر أكثر ولا هي العكس؟ أيوه أيوه. أو هم أكثر عرضة لشنو؟ كل الموضوع بيجي في قصة المناعة. يعني هم مناعتهم أقل من الناس العاديين. لما نيجي نتكلم مثلا عن الناس الأمراض المزمنة والناس الممكن ياخذوا حذرهم أكثر. يعني هي ما يعني كفيروس هي ما في زول أقل من الثاني، لكن كل الناس متفقة في الموضوع، الأعراض واستحمال الزول ذاته للمرض. يعني ممكن زول يجي وزول شاب ويأثر فيه، وممكن زول كبير وما يأثر فيه، لكن النسبة الكبيرة جدا زي ما قالت الصحة العالمية بأنه أكثر من 73% من الناس اللي أصيبوا أو تأثروا بالكورونا هم مسلمين وذوي أمراض مزمنة. 73% يعني نسبة ما سهلة. رغم هو مرض أيوه. عشان كده ده بسوقنا لناس الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة هم بيجيش على راسهم، هو لو رجعنا قلنا هو عباره عن مرض تنفسي. ايوه صح، مش يبدا بنزله خفيفه وينتهي بمشاكل تنفسيه كبيره. المشكله انه ما شرط يبدا بنزله يا دكتور، مش كده؟ يعني واحد من الحالات ظهر باعراض ملاريا. ايوه يعني ممكن بس حمى، فتور، صداع يعني كده. بعد ذاك تختلف، ممكن زول تبدا له طوال بدايه وخيمه طبعا، ممكن تبدا له زول بدايه خفيفه. الا بيظل على راس ذوي الامراض المزمنه هم امراض الصدر، هم ناس الازمه او الربو، وناس COPD هم امراض التنفسيه الوخيمه. ديل هم ناس بيتعرضوا للتدخين لفتره طويله وعندهم علاجات مزمنه بياخذوها كده، بسموها COPD او متلازمه التنفس المزمنه. هم ديل الاثنين اكثر عرضه او اكثر تاثيرا من بالفيروس من غيره. دي نحن بنوصيهم ونوصي كل الناس الامراض المزمنه بانه ما يخالطوا، يقعدوا في البيت. يعني الزول اللي بيطلع من البيت كثير وبيجي داخل ما يتعرضوا معه كثير.
غسل يدينه طوالي، الكحول، البعد عن التدخين، المسافات العامة بين زول والثاني، عدم المصافحة، الملامسة الأسطح لو الزور اضطر إنه يطلع يلبس كمامته مسافة عامة بينه وبين الزول الثاني. ليه؟ لأنه ما بيستحمل المرض زي الزول الثاني. دول هم ناس يعني ده كل الحاجة يعني ده أي حاجة ممكن تقدر تقدمها له، ما في يعني ما في أي خيارات أخرى، أنت بس تقعد في البيت يعني النصائح العامة اللي هي بنقدمها لكل الأشخاص. أيوة أيوة، يعني ما في حاجة ممكن تاني تقدر تقدمها له. معنا الفكرة وعلى البيت بأنه يعني الفارق بين العلاج وبين الوقاية، ما في علاج. والوقاية شنو؟ الوقاية أنك تبعد، والبعد ده بيجي أنه stay home، تقعد في البيت. هي دي الحكمة في بعد البيت وعدم تعرض يعني ملاقات الأشخاص، الحركة الكثيرة وكذا. بيجي بعد أمراض الربو والأزمة هو بيجي مشاكل القلب والشرايين، هم دول برضه مناعتهم قليلة، والضغط، نقص السكر بأنواعه، السكر المعتمد على الأنسولين والسكر العادي، أمراض ضغط الدم طبعا. وهم دول الأشهر الأمراض المزمنة اللي ممكن يتأثروا بالناس، مشاكل الكلى، ناس القصور الكلوي المزمن، الناس اللي بيغسلوا، الناس السرطانات، الناس لأي ورم، الناس اللي بياخذوا في أدوية مثبتة للمناعة. في كمية من الناس عندهم أمراض مناعية بياخذوا أدوية مثبتة للمناعة، هم دي اللي قلة أورد يعني قلة مقاومة للمرض للإصابة المشكلة إنه أصحاب الأمراض المزمنة دي يا دكتور لما يظهر أي عرض فهم بتخيلوا ده من المرضى اللي هم عندهم. يعني بالأمس كان معانا شاعرة وإعلامية هي سارة كشام، فبتحكي إنه ودخالتها توفى بالكورونا، هو عنده ضغط اصلا فحس بصداع بسيط وحمى، فتقريبا هو افتكر دي يعني من مضاعفات الضغط، فبعد توفى حتعرف انه هو عنده الكورونا. دي بتبقى الاشكاليه. أيوة. هنا ايوه ايوه، هو يلا هو 200 زول مثلا يبلغ، طبعا الوزارة عندها هي معدل او ورقه بتوريك انه 6200. انا اشك في انه اللي عندي ده ما يعني ما المرض اللي عندي. دي مهمه يعني، ما يجوز المفروض يمشي، ما يجوز المفروض يبلغ، لكن الاعراض كده يعني مثلا ندي لالتهابات لمشاكل الحلق كده، ندي للحمى العاليه كده، الفتور الغير عادي، بيفقد حاسه الشم، مشاكل مشاكل العضلات كده. ايوه، مخالطه لزول تحركت في زول كان عنده كورونا كنت معاه، والحياة دي كلها أي واحدة عندها واحد اثنين ثلاثة أربعة عندهم الأرقام اللي ممكن الزول يعرفها. أنا بأكد لناس الأمراض المزمنة بالوقاية، والحاجة المهمة جدا أخذ العلاجات بصورة مستمرة. يعني بهي فترة حركتها ما كثيرة، المشي للمستشفى ما كثير، يعني الزول يوفر علاج الشهر، يكون عنده كله، ما يتحرك، يمشي الصيدلية كثير، ما يقول يا أخي أنا والله العظيم عندي مثلا مشكلة في الكلى، بتابع مثلا كل أسبوعين مع الدكتور، يا أخي والله إلا أمشي أفحص، أشوف البولينا كم، أشوف الكرياتينين. أنا معظم العيانين اللي بتصلوا يعني نصيحتنا إنه الواحد يواصل على علاجاته، يجيب علاجاته، يكون ملتزم بعلاجه. أيوه نعم، حصل بأي أعراض غريبة بعد ذاك ممكن شاور الدكتور. ونحن طبعا التليفونات بنخليها لهم، بيرسلوا لنا بالواتس، بيضربوا تليفونات يعني على الاقل عشان نقلل حضوره للمستشفى وحركتهم الكثيره، لانه هم زي ما قلنا مناعه اقل. حديث يعني طيب. الحاجات اللي بتزيد المناعه هو مواظبته على العلاج وزاده. يعني زول عنده ضغط، ما ممكن انا اخلي ضغطي 200 على 100 وانا ماشي شايل علاجاتي، زول لازم، زول صدره تعبان ما بياخذ البخاخات الوقائيه بتاعته، البنتولين معرض للغبار الكثير، يفتش في الحاجات، زول القلب ينسى علاج، ما ينسى، يخلي حبه ينساها، خصوصا احنا في رمضان في نظر سنه طبعا. صح. بيقول له والله انا بلاين كلين بالمساء، بلاين بالصباح، يعني لو في علاجات بزمن افتكر انه لو ما صام احسن له. لكل الحاجات المهمه جدا اللي دي يعني وانس انه هو يعني علاجاته كويسه وبانتظام، انا بفتكر انه دي اكثر حاجه مناعيه ممكن اقدمها لنفسه. نعم،
شكرا جزيلا دكتور مروان الهادي بابكر، اختصاصي امراض الكلى وضغط الدم. شكرا جزيلا. الله يعافيك. معلومات قيمه من دكتور مروان، هو بيقول انه الاصابه اللي هي حسب تقرير وزاره الصحه ممكن تكون عالميه 73% من المصابين بامراض مزمنه هم يعني هم عرضه اكثر من غيرهم من الاشخاص العاديين اللي هم شنو السكري والضغط و أمراض الكلى والغسيل وغيرها من الأمراض المزمنة اللي احنا بنعرفها. نسبة عالية جدا 73% من المصابين عموما هم من أصحاب الأمراض المزمنة. ده بخلي الناس طبعا احنا مرض السكري والضغط ممكن والأمراض دي موجودة، يعني كل أسرة أسرتين لازم تلقى عندهم شخص عنده الإصابة دي، فعشان كده لازم نعمل حسابنا بشكل أكبر. وزي ما قال الوقاية تكون قاعد في البيت وتلتزم بعلاجاتك انت لامراضك المزمنه اللي بتعاني منها، تلتزم بعلاجاتك كلها، لانه اصابتك انت يعني لو في الكورونا دي جايه لشخص عادي وهي موجوده وانت موجود شخص عادي فبتصيبك انت بشكل اسرع واكبر. فالناس تعمل حسابها. ارقام التليفونات شايفاها هي منتشره لكل الاطباء وكل المستشفيات، ممكن عندك اي استفسار ما تمشي المستشفى. 221 برضو للتبليغ من ولاية الخرطوم ده الاتصال، و 90-90 للبلاغات من كل الولايات المختلفة. همشي الكنترول مع بعض نشوف مجهز لنا شنو ونرجع مرة تانية. أنا بحب صحباتي شديد، تقريباً بقضي معاهم زمن أكثر من ناس بيتنا. الأحلام والطموحات واللحظات الحلوة تقريباً بنتشارك أي حاجة، وعشان بحبهم أو جوا الكوم ما حنلبس مع بعض، ما حنستخدم ميك اب بعض، عشان بنحب بعض ما حنشارك بعض. مرحبا من جديد. ونصائح مهمة جدا، حاجات يمكن نحن بنعملها كنا في حياتنا اليومية، الأخوات مع بعض في البيت يلبسوا مع بعض ويستخدموا أدوات بعض وعيشوا الحياة يعني بطبيعتها، ولكن نحن في ظرف استثنائي وظروف استثنائية جدا في أنه نوقف كل حاجة كنا بنعملها بشكل طبيعي وعفوي، نوقفها فترة معينة عشان نرجع نواصل فيها عادي باقي حياتنا إن شاء الله. حطلع لزميلي محمد فتح الرحمن. مرحبا بك يا محمد، موجود معانا لنقل نبض الشارع السوداني ونشوف الإحساس. أهلا يا محمد، تفضل. نعم مرحب بك، ومرحب بكل السادة المشاهدين الكرام على امتداد ربوع البث في كل مكان. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين للمرة الثانية، وربنا يعني يوالينا جميعا وإياكم بنعمة الصحة والعافية. نتمنى كل الناس تكون في أمن وأمان وصحة وسلامة من خلال يعني نحن دائما الآن يعني يمكن في السودان المرض أصبح منتشر بصورة كبيرة جدا زي ما نطالع في الوسائط يا رشا. نحن نتمنى إنه الناس تكون عاقلة واعية جدا، يعني الوعي بتاعها تنشره لأهلها لأحبابها للناس اللي في الشارع منها تكون موجودة في البيت. هي فقط فترة مؤقتة 21 يوم وربما أقل من ذلك، الناس هم قاعدة في البيت على أساس إنه المرض ده ما ينتشر بالصورة المطلوبة. يمكن ذات اليوم يعني لما أسمع التقارير اللي بتجي عبر الوسائط والمحطات المختلفة بحس بقلق، يعني لو ما على نفسي على أسرتي، على أسرتي الممتدة إذا ما كان أسرتي في البيت الأسرة الممتدة، ونحن يعني كسودانيين متداخلين مع بعض بصورة يعني صعبة جدا. فنسأل الله السلام والحماية. محمد وإنت تتكلم الحركة برضو للأسف شايفها وراك، نقول لنا بس الشارع كيف. نعم يمكن يوم الليلة بالذات اليوم الوحيد اللي فيه حركة غير مسبوقة من الأيام الفاتت. أنا طالع من البيت وجاي على مقر الشغل، يعني لقيت كمية من العربات الماشية في الشارع، يعني يمكن ديل في خاشين في اللحظة بتاعت الحظر، طبعا بيبدأ من واحد زي ما احنا عارفين يعني زي الساعة 11، يعني كمية من العربات حتى لدرجة انه في زحمة في ازدحام. فأنا بدأت أسأل يا أخوانا الحاصل شنو؟ ليه كل الناس حايمة الليلة بالصورة الكبيرة والضخمة دي؟ الآن إحنا الآن في الشارع كنت بتلاحظوا كمية من العربات هي ماشية وجاية. فالمسألة بتاعت التصاريح دي هي مسألة تانية يعني ما عايزين نتكلم عنها، لكن إحنا نتكلم إنه الحركة الكثيرة اللي بتكون في الشارع دي واحدة من الأسباب. أنا يعجبني جدا الشعوب الراقية والمتقدمة واللي بتسمع الكلام اللي
تكون حبست نفسها في بيوتها والمرض ما يعني ما ينتشر. انا اعجب جدا بمدينه ووهان في الصين اللي انتشر فيها كان هي بؤره لانتشار المرض، لكن بفضل الجهود العلميه المبذوله من قبل الصحه الموجوده عندهم ومن قبل حكومتهم ومن قبلهم هم كمواطنين لهم دور واضح وفعال في التوعيه وفي انهم يسمعوا الكلام بالصوره المطلوبه، والان المدينه اصبحت يعني ما في اي مرض. وانا اشير في كل لقاء وفي كل مكان انا اضرب المثل بمدينه ووهان في الصين اللي هي المدينه الان يعني انا معجب بها جدا لانتشارهم الواسع والكبير، انهم قضوا تماما على المرض. لكن بالنسبه لسؤالك، الحركه كبيره في الشوارع، يمكن دي كميه من العربات الان هي بتمشي وبتجي، ما عارفين يعني الحاصل شو، نسال الله السلامه. انا ضربت المثل بمدينه ووهان، وكان الجهات المسؤولة إمكانياتها كمان أعلى، يعني كان في تعقيم نحن شفناه في السوشيال ميديا، التعقيم شفناه كان مباشر للشوارع ولكل مكان، نحن ما عندنا الإمكانيات دي، فبالتالي نساعد نفسنا بإنه فقط نقعد في البيت، دي الحاجة ممكن نحن نقدر نقدمها لنفسنا وللجهات المسؤولة ولأسرنا ولبلدنا. نعم صحيح كلامك صح، نحن جماعة نحن ما الدولة المتقدمة ومتطورة من الناحية الطبية والناحية الصحية اللي ممكن نقدر يعني نحاول إذا جاتنا مرض نقدر نحن نقضي عليه، نحن والله دولة تعبانة وفقيرة جدا، نسأل الله إنه ربنا يعني يحمينا من المرض، ويعني احنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وبفضل يعني أخلاق السودانية العالية والنبيلة احنا إن شاء الله حنتخطى المرحلة دي، لكن احنا كمان ما يعني ما نغارب نفسنا بالدول الأخرى في بالنسبه للتقدم والانتشار. احنا يعني كل الحاب اقوله للشعب السوداني ولكل الناس اللي بتتابعنا الان على هواي مباشره من خلال شاشه الشروق، احفظ نفسك واحفظ اسرتك واحفظ اهلك عشان المرض ده ما ينتشر، ونبقى احنا سبب في انه نكون بدل نكون احنا جزء من الحمايه نبقى سبب في انه احنا عشان نتلقى الحمايه من الجهات الاخرى. انا يمكن يعني اليوم حزين جدا لانه انا بشوف انه كل يوم والله لما اسمع في وزاره الصحه في الخبر انه اليوم 3 حالات، اليوم 33 حاله اليوم، يعني انا بقول انه نحن لمتين حنظل في انه انا اتمنى يوم من الايام يقول لم تسجل حاله جديده، لان الشعبي اصبح واعي وشعبي قادر يعرف هو بيعمل في شنو. نسال الله السلامه والحمايه ان شاء الله. امين. شكرا لك يا محمد، شكرا لنقلك الشارع السوداني ونبض الشارع السوداني، شكرا جزيلا. تصريحات وزير الصحة دكتور أكرم علي التوم زي ما شفناه في بداية الحلقة كان عنده التصريح، نقلنا جزء منه وملخص منه، بيقول لا يوجد علاج لفيروس الكورونا، بنديك دريبات وبنادول فقط، قطعت نفس حنركب لك الأكسجين، حالتك حتسوء طبعا معروف النتيجة هي شنو. كمان أيضا الوضع حاليا لا يسر، دخلنا في مرحلة الخطر، كنا متفائلين ولكن للأسف اليوم غير متفائلين، ده للأمس حديث الأمس، ما تبقى من الإمدادات يكفينا لأسبوعين فقط ومحتاجين قروش عشان نجيب الدواء ومحتاجين أيضا صيانة لمستشفى جبرة، ونسيب المجاملات ونسيب التجمعات ونفضل في بيوتنا. دي النصايح ودي يعني التصريح اللي قدمه الدكتور أكرم في المحطة اللي تابعناها في بداية الحلقة. هنطلع الكنترول نشوف مجهزين هم مادة. لدينا وضع خطر، بناء عليه تم إعلان حالة الطوارئ الصحية وتكوين اللجنة العليا للطوارئ، وبالتالي الأوضاع الصحية والطبية هي التي تعطينا المؤشرات الأساسية. تدهورت الأوضاع، شعرنا بأنه في ازدياد في نسبة الإصابة بكوفيد 19 فيروس الكورونا، لذلك اضطررنا إلى حظر التجوال الجزئي ثم هذا الحظر الذي أسميناه شاملا، وإن كان فيه ساعات من الحركة والبراح للناس حتى يستطيعوا أن يقضوا أشياء حاجاتهم الأساسية. التقارير عن أوضاع الحظر يمكن الناس كلهم لاحظوها وكتبوا إلينا حتى في السوشيال ميديا أو في الرسائل عبر التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي، في إجماع لأنه الحظر بمعناه الشامل غير مطبق، وبالذات مع بداية اليوم الأول من هذا الشهر الفضيل رمضان، ربما يعني الناس تفكفكوا أكثر من الإجراءات اللي كان مطلوب منهم أن يتخذوها، التباعد الاجتماعي، البعد عن التجمعات الكبيرة، أن يلزموا منازلهم وكذا. صارت هناك حركة كبيرة جدا في الشوارع في كثير من مناطق العاصمة، رجع ستات الشاي، محلات بيع الأطعمة، حتى المواصلات العامة في بعض مناطق العاصمة في تقارير عن أنها بدأت تعمل. ثم الفكرة بتاعت
فتح محطات البنزين للناس، لأنه الناس كانوا يشتكوا بأنه يريد يعني حتى وإن كانوا لا يتحركون بالسيارة لكن يرغبون في أن يكون لديهم قليل من الوقود في السيارة للطوارئ. لكن ما يحدث الآن حقيقة ليس بهذا المعنى. أعتقد أنه هذا يفترض أن يثير عند الناس وعي أنه كيف البلاد الأخرى والشعوب الأخرى شعرت بخطورة هذا المرض وسرعته في الانتشار وقدرته على أنه يصل إلى مناطق مختلفة في زمن وجيز. ولذلك كل هذه الشعوب نفذت ما قيل لها بالحرف الواحد، التزمت. حتى في بعض البلدان لم يكن فيها حظر تجوال بالمعنى الرسمي، ولكن طلب من الناس أنه يبغوا في منازلهم أن لا يتحركوا للضرورة القصوى. وشاهدنا شوارع في أوروبا في أمريكا خالية من المارة تماما التزاما بهذا الأمر. نحن ما زلنا نراهن على وعي شعبنا ومواطنينا، ونعتقد أنه كل الجهات حقه تساهم في معركة الوعي. حركة يمكن عبر الكباري منضبطة بالأذونات، ولكن داخل المدن الثلاثة في حركة واسعة جدا لا مبرر له. بالنسبة للسلع التموينية التسهيلات ما تزال متواصلة لشركات الأغذية، شركات المواد التموينية، تم تخصيص محطات وقود خاصة بها. طبعا في الأيام الأولى المواطنين عاكسوهم ولم يسمحوا لهم باستخدامها، ولكن الآن الإجراءات ماشية بحيث أن هذه السيارات تكون متحركة طوال اليوم وقادرة على إيصال السلع التموينية. في مساجد كثيرة جدا بدأت في صلاة التراويح الجماعية، ودي مرة أخرى نحن بنقول للناس إنه هذه تشكل خطورة على الصحة. المناطق المغلقة أكثر خطرا من المناطق المفتوحة، ولذلك داخل المساجد المغلقة خطر الإصابة بالفيروس لو في شخص واحد مصاب كبيرة جدا. أضف إلى ذلك كثير جدا من المفارش الموجودة في المساجد، الناس بيضعوا أيديهم بيضعوا جبهتهم عليها صالحة لأنها تنقل هذا الفيروس. نحن حريصين جدا على صحة الناس، واستعنا بآراء فقهاء ورجال دين كثر وقالوا بأن الناس يمكن أن يصلوا في منازلهم، واستشهدنا بتجارب دول أخرى بما فيها المملكة العربية السعودية التي أغلقت حتى الحرمين الشريفين، يعني حرم المكي والحرم النبوي، ولو لم يكن لديهم دافع قوي لما فعلوا ذلك. حديث أستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام كان واضح جدا، ويعني كان في رصد للحركة في الشوارع، وزي ما نحن لاحظنا وعلقنا إنه في حراك كبير وفي انفتاح كبير للعربات وداخل الأحياء وفي كل مكان، ستات الشاي، المواصلات، الحركة، فتح محطات الوقود، ده ممكن يكونوا موجودين برضو في عرباتهم. بعض المساجد رجعت لصلاة التراويح، وزي ما ذكر أستاذ فيصل في إنه سجدت أنت بيجي غيرك تاني يوم في أو في نفس الصلاة أو صلاة تانية في وقت تاني، ده ممكن يكون كفيل بأنه ينقل لك المرض أو الفيروس بدون ما تعرف هو جاك من وين. في مراهنة كبيرة على وعي الشعب السوداني وعلى حرصه على صحته وعلى أسرته وعلى أيضا المجتمع ككل. ذكر في بداية حديثه أيضا أنه كان في الحظر الجزئي، ولكن في الانتقال لمرحلة الحظر الشامل مع وجود بعض البراح لقضاء الحوائج. ولكن الحركة الكبيرة داخل الشوارع زي ما ذكر بعد إغلاق الكباري داخل الأحياء نفسها، خرطوم بحري وأم درمان، في حركة كثيرة وهي غير مبررة، ما في مبرر للحراك الكبير أصلا. هي المؤسسات والشركات والبنوك والجهات الكبيرة كلها هي مغلقة ومكفولة، فالحركة بتكون هي ما في لها أسباب واضحة وضررها أكبر من نفعها ممكن يكون. بالنسبة للتراويح يعني كل الناس شاهدت وشافت أنه الحرم المكي المملكة العربية السعودية كان عندها قرارة من لحظة بداية انتشار الكورونا في السعودية بأنها هي أغلقت الدخول إلى الحرم، يعني ما في صلاة، زي ما بنشوف أنه فقط الإمام وفقط معه بقية الأئمة و العاملين في النظافة وغيرهم اللي بيصلوا في الداخل. فإذا ما كان في إشكالية أو ما كان في مشكلة كان ممكن يتفتح والناس تمشي تصلى عادي تراويح هناك والناس تمشي تعمر وتعيش حياة طبيعية. ولكن إحنا في ظرف استثنائي وظروف غريبة ومختلفة، محتاجين كلنا نكون واعين جدا عشان نقدر يعني ننتهي من المرض ده. ونتمنى يوم نجي نقدم البرنامج ونلقاه وزير وحالة. أنا حنتهي من الحلقة إن شاء الله الآن وحتخلص، وحلقة إنه تقرير وزارة الصحة كامل بعدها بساعة أو ساعتين، وبنتمنى إن شاء الله إنه الأعداد ما تمشي فيه تزايد، لأنه من العشرينات مشينا لثلاثينات أربعينات قفزنا
لعدد 57 حالة كانت بالأمس، وكل حالات متضمنة فيها حالات وفاة. إن شاء الله ربنا يعني يشفي المرضى، وربنا يتقبل كمان اللي توفوا، وإن شاء الله بتمنى الشفاء للمصابين ودوام الصحة والعافية لكم أنتم مشاهدينا الكرام. وبالوعي إن شاء الله حنفضل نحن في البيت وحنمنع الكورونا من الانتشار. في أمان الله وحفظه.